وضمن توقيتات دوران العجلة الحكومية، أعلن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ابتعاث الدفعة الأولى من الطلبة العراقيين إلى الخارج التي تضم 400 طالب إلى جامعات عالمية رصينة بمختلف الاختصاصات. وجاء ذلك خلال ملتقى الطموح والإبداع تحت شعار مرشح الابتعاث طموح وإبداع، حيث بارك السوداني هذه الخطوة على طريق الترصين العلمي، مثمنا الجهود الكبيرة التي أثمرت عن هذا النجاح على طريق تعزيز الرصانة العلمية في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم صباحا، أبارك لكم جميعا هذا اليوم وهذا المنجز، وأثمن الجهود الكبيرة التي بذلت لوزارة التعليم العالي، السادة رؤساء الجامعات، المدراء العامين واللجنة العليا والأخوة في المكتب، مدراء لجنة المقابلات. أثمن هذا الجهد المبارك الذي أنتج هذا المنجز في تهيئة الوجبة الأولى من أبنائنا المبتعثين إلى جامعات العالم. لماذا الابتعاث؟ في الوقت الذي نقر بأن وصف التعليم العالي مثل ما وصفه الدكتور حامد، الجلد الذات الكبير، ليس بالصورة الحقيقية لواقع التربية والتعليم، لكن نعترف بأن تحديات المرحلة الماضية والسنوات، الحروب والحصار وتحديات الإرهاب، أدت إلى نوع من الفجوة الكبيرة بين العراق والعالم، الأمر الذي يحتاج منا إلى مواكبة هذا التطور المتسارع خصوصا في قطاع التعليم. حرم طلبتنا من البعثات والزمالات الدراسية طيلة فترة طويلة، مما أثر على نقص في الكوادر العلمية في الجامعات ومؤسسات الدولة. البرنامج الحكومي مثلما نكرر يوميا، الأولويات الخمس وما فيه من ملفات، كان قطاع التربية والتعليم حاضرا أمام الحكومة، لأنه لا يمكن لأي نهضة لأي تنمية في أي بلد ما لم ننطلق من التربية والتعليم، ولنا في تجارب الدول الناجحة المتطورة خير مثال على ذلك. كلنا جميعا ندعمكم، نساندكم في كل خطوة على طريق النجاح، ونسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.